ولمزيد من التفاصيل انضم إلينا من القاهرة مراسل إخبارية أسامة عبد المقصود. أسامة، لو تطلعنا على تفاصيل أكثر غير التي ذكرت في الخبر عن هذا الحادث، وأيضا إذا كان لديك إحصائية جديدة لعدد الضحايا. اهلا بك حفصه. في البدايه، يعني هذا الحادث بنفس السيناريو ربما تكرر في حوادث سابقه مماثله، يكون هناك قول امني يتحرك في هذه المنطقه في المحيطه منطقه شمال سيناء، منطقه العريش ورفح، يتم استهداف هذا القول الامني بعبوه ناسفه، وثم يكون هناك هجوم على باقي القول الامني كما تكرر في اليوم، وربما هذا ما ادى الى هذا العدد الكبير من الضحايا. حتى الان 18 استشهدوا من رجال الشرطه المصريه في هذا الحادث. هناك يعني ادانه واسعه لهذا الحادث، سواء داخليا من مختلف القوى السياسيه المصريه، من مؤسسات الدوله، من المؤسسات الدينيه، وايضا على المستوى الدولي. رئيس الوزراء المصري اصدر بيانا قال فيه مجلس الوزراء ان تكرار مثل هذه الاعمال الارهابيه يستدعي صياغه موقف دولي موحد، خاصه جاء الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة. نعم. داعش على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن مسؤوليته حتى الآن عن هذا الحادث الذي وقع صباح اليوم. وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا شرحت فيه تفاصيل ما حدث كما ذكرت في مقدمة الخبر. وتم دفع تعزيزات أمنية وما زالت هذه التعزيزات الأمنية وأغلق. يعني على المستوى الرسمي فقط بيان من وزارة الداخلية أسامة هو الذي صدر داخليا، أتحدث غير الإدانات الخارجية. بيان من وزارة الداخلية وبيان من مجلس الوزراء المصري يدين الحادث، ويطالب في مجلس الوزراء المصري موقف دولي تجاه مثل اتجاه الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة بشكل عام، ويدين بالطبع هذا الحادث كل المؤسسات الأخرى، المؤسسات الدينية وغيرها والمؤسسات الرسمية الأخرى. على ما يبدو أنه فقدنا الاتصال بأسامة، على كل وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك أسامة عبد المقصود مراسل إخبارية، كنت معنا من القاهرة.